نشرة الأخبار من التلفزة الوطنية التونسية نستهلها بالعناوين. أكثر من 41 ألف تلميذ ينطلقون في إجراء امتحان البكالوريا لدورة المراقبة في كافة مناطق الجمهورية وسط إجراءات تنظيمية محكمة. مطار تونس قرطاج يشهد عمليات تعقيم إثر إعلان ديوان الطيران المدني والمطارات تسجيل إصابة عون خدمات تابع لشركة الخطوط التونسية بفيروس كورونا. خلال زيارته للمغرب وبهدف حل الأزمة الليبية وسبل إنهائها، رئيس مجلس النواب الليبي يلتقي نظيره المغربي وعددا من المسؤولين المغاربة. الواحدة ظهرا من تونس، أهلا بكم. انطلقت اليوم دورة المراقبة لبكالوريا 2020 وسط إجراءات تنظيمية مشددة، ذكروا أنها ستضمن تلافي تسجيل حالة غش. كاميرا الأخبار واكبت اليوم الأول من الامتحان ومعنويات التلاميذ. كوراج، إن شاء الله ربي ينجحكم وإن شاء الله تكمل فرحتكم يا ربي. على وقع هذه الدعوات يتوجه التلاميذ إلى معاهدهم لاجتياز دورة المراقبة لبكالوريا 2020. أولياء ويرافقون أبنائهم وتوصيات بالتركيز والدقة في الإجابة، وتلاميذ يستحضرون معلومات اللحظات الأخيرة قبل انطلاق الامتحان. قوة إن شاء الله نقدها. قلت له أقرأ سؤال وافهم، فهمتي؟ هم راهم قارين في وصل العام وكل شيء، مي جاتهم الفترة متاع كورونا وجاتهم معناتها ما قراوش بكدا. طيب قلت لها إيش نقول؟ قلت ربي راك ناجحة، أنت معناتها حط مخك في القراية وفي السؤال متاعك واخدم على روحكم مسي أنت في وسط العام. هذا شوية توجيهات، شوية فهم التشجيع، شوية فهمني باش ما نخليهاش ستريسي، فهمني ولا؟ الحمد لله يا ربي متفائلين وبقدرة ربي، معناها ننجحوا. هو صحيح معناها قصيرة البريود، لكن احنا دركنا وكل شيء ونجمنا نوصلوا الحمد لله يا ربي، ان شاء الله مربوحة وكها. شوي شوي عملنا اللي علينا وان شاء الله ربي معانا، عاود كل شيء ان شاء الله ونحاول نطلع له ماكسيموم، مش حتى مش نجاح كهو، معناها نطلع له معين له ماكسيموم. دورة مراقبة تشهد هذه السنة تشديداً للمراقبة واعتماداً لإجراءات تنظيمية جديدة تجنباً لأي حالات غش. خذينا ما يلزمنا، شفنا الأعداد متاع التلاميذ، حضرنا قاعاتنا، عملنا توصياتنا، كان استعداد الحق بتضافر الجهود كلها بالجدي، ضبطنا التعليمات، حاولنا معناتها نوصل التلامذة باش أنهم يتجردوا من جميع الوسائل الرقمية، تليفون محمول، ساعات وقاع بينصير وقاع تدعيم المراقبة. يذكر أن دورة المراقبة لبكالوريا 2020 التي يجتازها 41478 تلميذا وتلميذة بكامل تراب الجمهورية تتواصل حتى 30 من جويليا الجاري، ليعلن عن نتائجها في 9 من أوت المقبل. ولمساعدة التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا لهذه السنة على اختيار الشعب التي يرغبون في الالتحاق بها، نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نسخة رقمية لدليل التوجيه الجامعي لسنة 2020، تتضمن أبرز مراحل عملية التوجيه الجامعي. وتحتوي النسخة الرقمية للدليل المنشورة على موقع www.orientation.tn، والذي تتم من خلاله حصريا عملية التوجيه على مختلف الشعب والإجازات بمؤسسات التعليم العالي العمومية المبوبة حسب المجالات، إضافة إلى عروض التكوين بمؤسسات التعليم العالي العسكري وعروض التكوين المهني في مستوى مؤهل التقني الثاني. انطلقت منذ أمس دستوريا مهمة المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة هشام المشيشي، وذلك في أجر أقصاه 30 يوما. ويعتقد محللون سياسيون أن المشاورات التي سيجريها المشيشي لتشكيل حكومته ستكون حاسمة، وستنتهي إما بالإعلان عن حكومة جديدة والمصادقة عليها، أو بلجوء رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة. وكان رئيس الجمهورية كلف أمس الأول وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي، وهو من خارج مقترحات الأحزاب والكتل البرلمانية، كلفه بمهمة تشكيل الحكومة بعد أن قدم رئيس الحكومة السابق إياس الفخفاخ استقالته على خلفية ملف شبهة تضارب المصالح. و
وفي أخبار كورونا، شهد مطار تونس قرطاج الدولي ليلة أمس عمليات تعقيم إثر إعلان ديوان الطيران المدني والمطارات تسجيل إصابة عون خدمات تابع لشركة الخطوط التونسية بفيروس كورونا. وشملت عمليات التعقيم كل أرجاء المطار، وكان الديوان قد أوضح في بلاغ له أنه تم يوم السبت بمطار تونس قرطاج الدولي الاشتباه في إصابة العون، وتم إخضاعه للتحليل بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الصحة العمومية، وجاءت نتيجة التحليل إيجابية. وأكد الديوان أن مصالحه قامت على الفور بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة بعزل المصاب قبل أن تتولى فرقة صحية مختصة نقله إلى أحد مراكز كوفيد-19 حيث حظي بالرعاية الطبية اللازمة. حركة تبرع بثلاثة كراسي متحركة أعادت أمل التنقل بحرية إلى ثلاثة إخوة من عائلة معوزة بمنطقة غار الدماء من ولاية جندوبة. العائلة تعيش ظروفا صعبة وتختصر مطالبها في بطاقات علاج ومنح قارة لذوي الاحتياجات الخصوصية. بعد طول انتظار ومعاناة حقيقية، تحقق حلم رازية الوشتاتي وأشقائها باعتبارهم من ذوي الاحتياجات الخصوصية في التنقل داخل منزلهم بمنطقة غار الدماء من ولاية جندوبة وخارجه دون مساعدة، بعد تسلمهم لثلاث كراسي متنقلة كمساعدة من فاعل خير في انتظار كرسي رابع للشقيق الأصغر. نحب منحة قارة من عند الدولة باش تساعدني، نهار آخر نجم نشري دواية، نجم نستعمل من اي حاجه. تو ما نبقاش انا نعمل فيني دا كل ما نستحق حاجه في الفيسبوك باش يعاونوني ولا يوفروا لي الحاجه اللي نستحقها. مثلا لا عندي منحه، لا عندي بطاقه علاج، لا عندي كرسي، لا نتمتع حتى بحاجه من عند الدوله. مثلا مواطن عايش على الهامش وراجل فعل الخير تبرع لينا، يعني ربي يبارك ليهم وربي يعطيهم ما تتمنى ان شاء الله. هذا الحلم البسيط التنقل بكل حرية مثل هاجسا لهذه العائلة المعوزة، خاصة بالنسبة للأم والتي تجد صعوبة في العناية بهم في ظل ظروف مادية صعبة، حيث لا يتمتع أغلب الأبناء بمنحة تحفظ كرامتهم وتمكنهم من العيش في ظروف ملائمة بالنظر لحالتهم الصحية الخاصة. أهلهم أولادي ضم الأربعة من نفرح فيهم من تولدوا كما هكاك، هم كما هكاك، يعني ما خلينا بهم حتى بقع باش يعاونوهم على يعطوهم الجوابات البيض برك. منحة واحدة كانت ب70 تو 180 باش العبد ما يكذبش أموره، 180 باش تعمل بالله؟ قولي لي ما عندهم دواهم منهم ولبستهم وكل حاجة منهم باش نعمل لهم؟ امرأة تعاوني برد نعطيها على الأقل 80 تقعد 100 باش تعمل لهم؟ ما تعمل حتى شيء 100. المتصرف الجهوي للجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بجندوبة اعتبر أن الظروف الاجتماعية لهذه العائلة تظل صعبة رغم تدخلات اللجنة في عديد المناسبات وسعيها لتيسير وصول هذه المساعدات لهم في وقت وجيز. محتاجين معناهم أكيد للتدخلات المستمرة، مش تدخلات ظرفية الحق. بالنسبة للكراسي هذوما الحق احنا معناها قمنا معناها بتسهيل عملية الوحدة نتاعها ماي الأسبوع هذايا اللي جا، واحنا ملي جاو نورمال ما هكا باش يمشوا للمستحقين نتاعهم. تحسين الظروف الاجتماعية والمادية وتبسيط الإجراءات القانونية لتمكين الأشقاء الأربعة من دفتر علاج لمتابعة وضعياتهم الصحية تبدو من الإجراءات الملحة لمساعدة هذه العائلة على مواصلة الحياة بشكل طبيعي على غرار غيرهم من المواطنين الأسوياء. مشروع منطقة صبخة بن غياضة بالمهدية واحد من المشاريع الوطنية الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية الهامة. هذا المشروع يشكو صعوبات تحول دون تسريع نسق إنجازه. مشروع صبخة بن غياضة هو من المشاريع الوطنية الكبرى المهيكلة بالمهدية، نهزت كلفته 66 مليون دينار حاليا بعد تحويل الصبخة إلى بحيرة، وتقدر المساحة الجملية المهيئة للمشروع ب 142 هكتارا قادرة على استقطاب مشاريع اقتصادية متنوعة. باش تكون أقطاب، قطب سياحي صحي، قطب تكنولوجي في مجال الاتصالات. بالنسبة للطاقة التشغيلية في المباشر وغير المباشر بين 5000 و15000 تقديرات متاعنا. ثم جانب الصيني يعمل في الدراسات، وهذا باش يعطينا
هو باش يقترح علينا فرضيات، الارضيه جاهزه نتاع المشروع، انا نجمو نعملوا فرضيه ونقسموه ديلو او مقاسم ويكون حتى راس المال الوطني انه ينجم يدخل. مشروع واعد من حيث جدواه الاقتصادية على اعتبار انفتاحه على القطاعين العام والخاص، لكن بعض الصعوبات والإشكاليات تعوق تقدم المشروع ومنها العقارية. الإشكاليات الأولية هي أشكال العقاري. احنا كما تشوفوا 142 هكتار هذوما فيهم حوالي 90% تحكم فيهم لفاية الدولة، وعن حوالي تقريبا 10 هكتارات منهم 4 هكتارات تحكم فيهم للخواص حكم نهائي وبات، والباقي في دور التقاضي. زاد حوالي 4 إلى 6 هكتارات مازالت محل نزاع في الدور القضائي في الدور التعقيبي، ان شاء الله معناها في اقرب وقت، وان شاء الله نحاولوا باش ندخلوا في ذلك انه ان شاء الله تكون التصفيه نتاعها في اقرب وقت. والفضل الاشكال هذا العقاري، اذا تفضل الاشكال العقاري يقعد ندخل في المرحله المواليه وهي مرحله التسويق، هي المرحله الهامه والاهم على مستوى معناها عالمي، حتى انه يستقطب مستثمرين معناها شركات استثماريه ذات راس مال عالي جدا باش تكون قادره على انجاز المشروع هذا وانجاز مكوناته. أقطاب سياحية وخدماتية وتجارية ومدينة ذكية بمواصفات عالمية قادرة على تحويل المسار التنموي للجهة، فضلاً عما ستوفره من عائدات للاقتصاد الوطني، ما يستدعي تدخل الدولة لتذليل الصعوبات العالقة وتسريع نسق الإنجاز. يشهد الطقس اليوم ذروة ارتفاع الحرارة لتصل إلى 43 درجة في الظل مع ظهور شهيلي، وتكون الحرارة مرتفعة خصوصا في الولايات الغربية لتتراوح بين 38 و43 درجة، وبنسب أقل بالمنطقة الساحلية والمرتفعات حيث تتوقع أن تتراوح بين 34 و36 درجة، ومن المتوقع أن تسجل تراجعا تدريجيا بداية من يوم غد الثلاثاء بمعدل درجة يوميا. في زيارة رسمية لمدة يومين، بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح مع نظيره المغربي الحبيب المالكي مبادرته لحل الأزمة الليبية وسبل إنهائها. وكان صالح قد وصل أمس إلى الرباط مصحوبا بوزير الخارجية في الحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، حيث يجري رئيس مجلس النواب الليبي والوفد المرافق له لقاء مع وزير الخارجية ناصر بوريطة، الذي يعتبر اتفاق سخيرة أو يعتبر اتفاق سخيرات مرجعية لحل الأزمة الليبية. وبهذه الزيارة سيلعب المغرب دور الوسيط مجددا بين الفرقاء الليبيين. هذا وسبقت زيارة عقيل صالح إلى المغرب جولة محادثات أجراها في عدة عواصم أوروبية، بدأها من موسكو ثم جنيف وأخيرا في روما. في مستجدات الوضع الوبائي في العالم وفي منطقة المغرب العربي، وفي ظل الارتفاع المستمر في أعداد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة، قررت الجزائر أمس تمديد الحجر الصحي الجزئي المفروض في 29 ولاية من ولايات البلاد 48، وذلك بدءا من يوم غد الثلاثاء ولمدة 15 يوما. وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة والداخلية في المغرب أن السلطات ستمنع سكان بعض المدن الكبرى في المملكة من الدخول أو الخروج منها اعتبارا من منتصف الليل هذا، وتواجه آسيا موجة ثانية من الفيروس، وقد اتخذت إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء المرض مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات بأستراليا. في الرياضة، ستباري جمعية الحمامات نادي كرة اليد بقصور الساف ويلاقي الترجي الرياضي نسر طبلبة أو منزل حر في الدور الربع النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة اليد رجال، حسب ما أسفرت عنه عملية سحب القرعة التي جرت مساء أمس. وفي بقية اللقاءات، فإن المنتصر في مباراة النجم الساحلي ومكارم المهدية سيواجه المتأهل في لقاء النادي الإفريقي وجندوبة الرياضية، أما الفائز في مقابلة ساقيت الزيت ومجاز الباب فسيستضيف المتفوق في المواجهة التي ستجمع سبورتينج المكنين ببعث ابن خيار. توج نادي يوفنتوس بلقب بطولة إيطاليا لكرة القدم للمرة 36 والتاسعة على التوالي إثر تغلبه على سامدوريا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس في الأسبوع 36، وسجل رونالدو وبرنارديسكي الهدفين ليرفع يوفنتوس رصيده في المركز الأول إلى 83 نقطة بفارق 7 نقاط عن إنتر ميلانو قبل جولتين من نهاية سباق البطولة.
وفي خبر ثقافي، بغاية تشجيع الأطفال على المطالعة والخروج بالكتاب من أسوار المكتبات إلى الفضاءات والساحات العمومية، انتظمت بمدينة توزر فعالية الدورة 28 من تظاهرة مصيف الكتاب. في إحدى الفضاءات الوحية بمدينة توزر انتظمت فعاليات تظاهرة مصيف الكتاب في دورته 28، تظاهرة ضمت عروضا متنوعة جمعت بين المطالعة والرسم والتنشيط بحضور عدد كبير من الأطفال تحت إشراف مؤطرين تخللتها فقرات ترفيهية وعروضا مسرحية وندوات فكرية. الفكرة منها والهدف منها هي الخروج بالكتاب من أسوار المكتبة إلى الساحات العمومية. ركزنا على المناطق السكنية في توزر، مناطق السكنية تفتقر المكتبات وتفتقر الدور ثقافة، عندنا أحياء برشا تفتقر الدور ثقافة ومكتبات وصغيرات. ركزنا أن نخرج عن طريق خيام المطالعة للمناطق السكنية، وبالنسبة لوسط المدينة ركزنا على المنتزهات هيك صغيرات فيها ورشات تتخللها عروض ترفيهية. المشاركون في هذه التظاهرة أكدوا تمسكهم بالكتاب كرافد مهم لتنمية قدراتهم العلمية والفكرية. طلعت شوي ورسمت وجينا من أمس وما زلنا غدوة، معناها مغرومة بالمطالعة ومن رواد المكتبة. رسمت طبيعة والجو بالقواش وعملنا كل شيء ومغروم أنا بالمطالعة. شو اللي يعجبك بالكتاب؟ يعجبني إنه في مغامرات وفي أشياء متها منفعة ومفيدة للصحة ويعطوك معلومات ويعطوك نصائح. الأولياء بدورهم أكدوا على أهمية مثل هذه التظاهرات الثقافية التي تساهم بشكل مهم في إخراج أبنائهم من مخاطر العالم الافتراضي والألعاب الإلكترونية. عرف الصغيرات توا الأكثرية شادين تليفونات، هما بعدوهم شوية على التليفونات شادين قصص خير ويثقفوا خير. توا أكثر الصغار تلقاهم شادين الكترونيك ترزا، ماذا بينا نخرجوهم شوية وديما يشجعوا الأطفال وينمولهم مهارات القراءة ومهارات التعلم كما الرسم والفنون الكل، على خاطر الجنوب وخاصة الجريد ناقصة الحاجات هذه في بلادنا. تظاهرة مصيف الكتاب انطلقت في 20 جويلية وستتواصل إلى غاية 30 أوت المقبل تحت شعار صائفتي تفوح كتبا، وستتواجد بكافة معتمديات توزر، وستتضمن برامج متنوعة تجمع بين المسرح والفن والندوات الفكرية الموجهة للطفل. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في هذه العناوين. أكثر من 41 ألف تلميذ ينطلقون في إجراء امتحان البكالوريا لدورة المراقبة في كافة مناطق الجمهورية وسط إجراءات تنظيمية محكمة. مطار تونس قرطاج يشهد عملية تعقيم إثر إعلان ديوان الطيران المدني والمطارات تسجيل إصابة عون خدمات تابع لشركة الخطوط التونسية بفيروس كورونا. خلال زيارته للمغرب وبهدف حل الأزمة الليبية وسبل إنهائها، رئيس مجلس النواب الليبي يلتقي نظيره المغربي وعددا من المسؤولين المغاربة. أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.